ديل bilgisi اتِّرْجَانْ فِيِلْ öznenin cümledeki işi başkasına yaptırdığını anlatan fiillere ettirgen çatılı فِيِلْ denir. الْأَفْعَالَ الْمُتَعَدِّيَةِ أو تَعْدِيَةَ الْأَفْعَالِ إِذَا الْفَعَلَ أصدقائي إِذَا الفاعل يعني جعل الفعل يتم عن طريق غيره يعني إذا أنت خليت واحد يقوم بالفعل عنك فبيتغير الفعل آه هذه القاعدة نقول لها الترجان الترجان ولازم ما تخربطوا بين المبني المجهول هذه كانت أديلجان سنأخذ الترجان يعني فيكم تقولوا قاعدة التسخير أيضا أبت. وهذه القاعدة تأتي لجزر الفعل الفعل زائد سيأتي در دير در در حسب القاعدة الفستك أيضا يعني منجيب لجزر الفعل نأتي لجزر الفعل ضر دير در, در إذا كان منتهي بغير الأحرف الفستق تشهاب وإذا كان جزر الفعل حصرا جزر الفعل منتهي بالفستك تشهاب نجعل نضع التر تير تور تور وسنأخذ عندما تأتي التاء وتأتي الراء أيضا لتسخير الأفعال وقال الدر بِرْشُكْ تك çok هجلي في شوك فِيِلَرَ في اللر في اللر إلى إت أول جي في اللر إلى يقولون بيرلشيك في اللر قال إن الدر هذه يعني الدر در در, در وتر تر 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 المقصود يعني تضاف للكثير من الافعال التي تتكون من صوتي او صوتيين يعني تك في تشوك هيجلي في اذا الفعل اذا كان في تشوك في تك هيجلي في اللار. المقصود هنا التك هجلي فيل هون التك هجلي يعني مثل ال او او مثلا كلمه صات كلمه صات يعني بيع إذا كان في صوتي واحد في الجملة فبتصير هي تكهجلي يعني في صوتي واحد فهذا التك المقصود وتأتي قال تشوك هجلي في اللرا يعني إذا بيكون جذر الفعل في صوتي واحد أو أكثر من صوتي مثلا قالت أفت أعفي هذا هذا فعل أعفي أفت شوفوا في أ وفي أ ففي صوتيين فإذا هذا يعتبر تشوك هجلي تشوك هيجلي التك ال صات مثلا في صوتي واحد اما هدول افت اعفي وايضا تاتي للات فعل المساعد والاول الاول هو فعل الكون والاصباح لناخذهم مرحله مرحله اولا لناخذ الدر دير در در والتر تر تور الان اذا جبنا الفعل تات مثلا تذوق هذا امر لك دوق يعني تذوق أما إذا قلت تطر اجعله يدوق أو خلي حدا يدوقه يعني تطر فإذا تطر هذا طاط الطاط بتجي اسم وفعل على معلوماتكم الطاط هي المذاقة الطعم يعني وبتجي بمعنى ذوق تذوق فإذا قلت لك اجعله يتذوق أو خليه يدوق فتطر تطر أما الأل أل موت قلت لك أُل يعني موت إذا قلت لك أُل تأتي معنى أقتل أُل دور مثلاً فيل كأس إقطع كأس إقطع شوفوا في فستك تشهاب شو قلنا إذا في فستك تشهاب نحط تر 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 فصارت كستير كلمة كستير يعني يعني خلي يقص اجعله يقص اجعله يقص, يجعله يقص ساشلرن كستر أقول ما لا أقول ساشلرن يعني احلق شعرك أنت لست الذي تحلق بل الحلاق الذي يحلق لك فإذا بتصير ساشلرن دم مثلا أفت قلناها قبل قليل وفيها صوتيين أفت اعفي أَفَّتْتِرْ تر اجعله يعفي أو خليه يعفي سيل امحي امسح سيل در اجعله يمسح الأل الال هي خذ يعني خذ اذا قلت ألدر تجيب معنا شو ألدر يعني اجعله ياخذ خليه هو ياخذ مش انت اللي بدك تقوم بالفعل يعظ اكتب فاذا قلت لك ايضا هنا يصدر هون كتب الضر فتصبح خليه يكتب اذا استخدمنا متى تاتي متى ياتي لجزر الفعل الذي كان من من صوت واحد يتكون او من اكثر من صوتي عندما ياتي الضر dır dir dur dur av tır tir tur tür ha hiye nawa el an azdikai sana khud mesela mada qala huna qal örnek mesela maddır sana khud kuaföre saçlarımı kestirdim kuaföre saçlarımı kestirdim يعني مو أنت اللي بتقوم بالفعل وبتحلق لشعرك، بتحلق شعرك، فمين كان بيحلق لك شعرك؟ هو الحلاق، فإذا كوافرة يعني جعلت الحلاق يحلق لي شعري، فإذا خليت الحلاق يحلق شعري، يعني بهذا المعنى، حتى ولو قالوا الأتراك ساشتر ما فهو غلط، كستر دم المفروض نقول، مدر سكرترة رابور، شو كان جذر الفعل هون ياز، شوفوا ياز، ياز أكتب. قال المدير كتب شوفوا ليس كتب يز اكتب وضعنا الضر ايضا صارت تكتيب هنا فشو بصير كتب المدير اليز لحالة وضعنا لها الضر ومن ثم زمن الماضي كتب المدير للسكرتيرة سكرتيرة رابور اذا مدير سكرتيرة رابور يز المدير كتب السكرتيرة تقرير تقرير رابور آركادشون بنا آركادشون بنا كنديسيني أفتردي شو قلنا قبل قليل آعفي أفت هنا أفت يعني أعفي أفت فيجب أن أقول أفتردي أي أركادشون بابا صنا كنديسيني أفتردي صديقي جعل أبوه يعفي عنه يعني كنديسيني أفتردي يعني خلى أبوه يعفي عنه يعفي عنه. Ya'fi ya ya Öğretmen, öğrencilere kompozisyon yazdırdı. Ayrıca, ecitli hoan. El muallem kettebe. Öğretmen, kettebe el Yazdırdı kettebe. Men kettebe, el -muallem. Kime yazdırdı? Öğrencilere. Nakul. Öğrencilere kime? Limen. للعاقل منقول كيما اورينجلرا والمفعول والغ... به الغير العاقل شو منقول؟ ماذا؟ يعني ما يزدرد بتصير كومبوزيسيون يزدرد. اورتمان اورينجلرا كومبوزيسيون يزدرد فهم بهمنا نحن أنيم تيمزليك شي بينجرلري سيلدردي كلمة سيل فعل سيل هو إمحي إمسح سيلدر خليه يمسح فإذا إذا قلنا أنيم تيمزليك شي بينجرلري امي مسحت اي جعلت اي خلتها تمسح يعني ان ام تمسكتشي بنجلري سيلدردي يعني امي جعلت او خلت اللفايه اي المنظفه تمسح تمسح اس النوافذ يعني امي خلت اللفايه او المنظفه المنظفه اللي بتنظف تمسح البنجلري سيلدردي النوافذ ت قال هنا مهم جدا وسهل بنفس الوقت جنالك لسونو انلو الى بيتان في اللارد في اللاردان سونرا جلر قال بشكل عام شوفوا جنالك لا هون كقال جنالك لا هون قال يعني مو دائما فإذا سألتوني إيمت أنا شو عرفني بتتعودوا عليها أما تي راح ترتاحوا بتجي للفعل المنتهي بصوتي قال تي جنالك صنو اللو إلى بيتان في لاردان صورا جلر يعني التي هاي الذي التي ذكرناها هي تأتي بعد الأفعال التي تنتهي بصوتي صنو اللو إلى بيتان في لاردان صورة جلر ولكن هنا مهم لا لا, لا تأتي للفعل الياء يعني كل يماك الطعام نحن قصدنا على كل لا ما بتصير يات دا ما بتصير دت ما بصير نقول تجي يدير ديدرت نقول لهون مثلا يدير او ديدرت قال اما الياء والدا فهي خارج القاعده وتصبح شو يدير مثل ما قلنا او ديدرت يعني هكذا الان لنعطي امثله اصدقائي الان هنا يوجد عندنا كورك هي بصراحه الكورك يعني خوف هي اسم بتصير ولكن جزر الفعل هي كورك يعني خاف خاف فكان قائل هون ت وترك بين قوسين يعني تأتي هون الصوتيات أت أت أوت أت هون هون أت أت أت, ات, ات, ات ولكن الكورك إذا إذا بدكم تعتبروا الإسم تحطوا له تي بصير فعل وإذا هو كورك بدك تحط له أنت تسوي الفعل اسم الإسم فعل أيضا بتصير كوركوت يعني خوف أيضا البويا تأتي بمعنى لدهان البويا وتأتي بمعنى إدهان بويات بتصير شو إدهان اجعله يدهن يعني خليه يدهن بويا إدهن بويات خليه يدهن وهي الكلمة استثناء بتصير فعل واسم حسب موقع الجملة البويا بويات اجعله يدهن بكلة انتظر بكلت اجعله او خليه ينتظر يعني ازلة اشتاق ازلة خليه يشتاق شوفوا تاك اللو منتهي بصوتي سويلا قول سويلات خليه يقول اتلا اكوي اتولات خليه يكوي هو اذا أوتولات اتلا انت اكوي ايضا هون كوركو قلنا كورك خاف هون هون استثناء الدوا هاي القط والبويا فعلنا نعتبره البكلا شوفوا تي 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 اما هون من الممكن ان ياتي قط ات, ات 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 يعني بهذا الشكل بهكذا الشكل يعني هاي القط بنعتبرها للكورك حطينا لقط ات 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 بناء بناء على الكتاب شو قال استخدمنا الضر واخذنا ت يعني شو قلنا يا بيجي صوتيات قط ات ات, ات 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 يا اما اذا الفعل منتهي بصوتي مثل بكلا عزلة سؤاله بتحطوا بس التاء فهكذا يصبح هكذا وتأخذ هنا أصدقائي كل الأفعال وأيضا التي تأتي مثلا الدر اقتل الدر إذا وضعت التي اجعله يقتل بتصير تي شوفوا هون كمان تأتي بعد التي فبعد ر الرى. الري أتت بعدها شوفوا قال تأتي أيضا الدر اقتل الدر اجعله يقتل يعني هكذا كفعل أريت أه شمدي لنأخذ الجمل شوفوا أيضا الدزال دزال يعني إذا قلت لك دزال دزال آه يعني كن كن منتظما يعني كن كما يجب أن تكون أما إذا قلت دزالت تأخذ غير معنى يعني بتضل الفعل هون تابع لك يعني لا تخربطوا بها هي خليها استثناء هون دزالت يعني صحح بتصير فالفعل بيكون مستقل يعني مو معناته بصير فعل التسخير اللي كنا عم نحكي عنه اجعله دوزال انت دوزالت يعني قلت لك دوزال او كنديني دوزالت نفس المعنى بتصير شندي بوريو الالام ارنيك كوبيك تشوجو كوركوتو الكلب خوف شوفوا كوركوتو الكلب خوف الطفل الكلب خوف الطفل يني إيفيمي بويا شوفو حطينا على تي مضم قال يني إيفيمي بويات مضم ما دهنتو ما دهنتو بيتي الجديد بيبي أيو الأيو نام تي إذا وضعنا للأيو ت بتصير أيو تنوم التون هاي ماضي بيبي أيو التون هل نومت الطفل بانيو دان سونرا saçlarımı kuruturum. بانيو دان سجلت سجلت كرو كروت كرو الكرو جاف حطينا تي هاي الكرو صارت كروت صارت جفف الكرو جاف اذا حتى الاسم بصير فعل كروت كروت بانيو دان صورة سجلت رموة كروت روم بعد الحمام وجففو شعري بنشف شعري اكشام يمي اتشن إيه إيه لوكانتا دا يار اير تم شو بعد الري بتيجي تي اير افصل ايرت بصير غير معنى ايرتم قال من اجل آه العشاء حجزت مكان في لوكانتا يعني في المطعم حجزت من اجل العشاء مكان بالمطعم كلك قيافتيني دوزالت ميليسن دوزالت ميليسن فيجب طبعا هذا سن دوزالت ميليسن يجب انت الكليك يافت لباسك يعني ان تنظم يعني تلبس بشكل جيد دوزالت ميليسن آه اذا كان مجعد او كذا نقول دوزالت الري هم هنا مهم جدا اما الري اخذنا الضر فعل زائد ضر واخذنا التي وهلا بدنا ناخذ الري كمان لحالها فقال الر تشون ليس دائما تشون اكثريا هون اصدقائي تشون نقلة صونو تشي ت إلى بتان تك في لا جيلر قال بشكل عام أكثريا اكثريا يعني تشون نقلة تأتي للأفعال التي تنتهي بتشا والش والتي وتكون هذه الأفعال تك هجلي تك هجلي. مثلا الايتش شو عنا الايتش اشرب شوفوا منتهي بالتشي قال تشون نطلع أكثريا إذا اتش اشرب اتشر خليه يشرب اجعله يشرب فإذا اتشر صار فعل مستقل كوب هذه كوب ماك الانقطاف قطف أو قطع كوبتو أقول إيب كوبتو أما إذا قلت لك كوبار بتصير اقطف اقطف أنت اقطف كوبار فأعطينا الآر وحتى ولو ما منتهي بالتشي والشي والتي شو حطينا فإذا مو دائما قال شون النطلة بيش شوفوا الشي اجتا بيش بتصير انطهي انت يعني تقال الأشياء يمك بيشيور أما إذا قلت لك بيشير أخذت معنى مختلف اطهيه اطهي فإذا هكذا قال أنجك ولكن أنجك فإذا مثل ما قلنا تشون نقطة اللي بينتهوا الأفعال اللي بيكونوا فيهم صوتي واحد وبتنتهي بالشي والشي والتي بتجي من بعدهم الراء وأيضا ولكن أنجك ولكن تشكماك دويماك دويماك كوبماك كو كيبي بعض كورال بعض كورال دشي فيلر جيلي يعني من الممكن ان تأتي بعض الافعال التي لا تطبق لهذه القاعده مثل تشيكماك دويمك دومك كوبماك تشيكماك الخروج دويمك الشبع دويماك دويماك السماع دومك الولاده او uh... الشروق مثلا جونيش دودو اشرقت الشمس كوبماك القطف يعني او القطع هذه الافعال هي خارج هذه القاعده يعني مثل الشواز كدي سوت اشردم شربت القط حليب لو كان الفعل بدو يقول إلي لسلت ال ال بتصير إشتم أما هون شربت من شربت القط أشتن الماكو باردم قطفتو من الشجرة أه تفاحة أشتن الماكو باردم أكشام يميني بشردم أكشام يميني بشردم طهيتو buam el mesa arkadaşlar aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım emsile <laughs> evet bu sabah bu sabah döviz bürosunda bürosunda bu sabah döviz bürosunda para boz الفعل بارابولز يعني الصرف المصاري فيجب أن أقول صرفت نقودا في مكتب مكتب النقود أي مكتب العملات الصعبة دوفيز بروسو مكتب العملات الصعبة يعني مطرح ما بيصرفوا دولار, دولار ويورو أورو وما شابه يعني العملة الصعبة فإذا بصب هذا الصباح صرفت نقودا يعني عملة صعبة في المكتب التصريف صرفته بدنا نحط هون ما صرفته صرفته عند أحد إذا قلت إذا قلت لك بوز صرف لي بوز صرف لي عند حدا للمصاري يعني أضمك لما تاك هو التعليق والتركيب لغرفتي كليما هو مكيف وكونديشن يعني فإذا أقول ركبت أو يعني جعلت أحد يركب لي فشو بتصير تاك منتهي بالفست اكتشاف قلت تاك تردم وفيني قول تاك جام تاك يوم اي زمان بدك ضيفه هون يعني yani مش مهم المقصود طبعا الزمن المقصود 3. اورتمن اورنجيلره يارن بو متني اوكو الاوكو منتهي اقرا فيجب ان نضع شو كنا لا نتذكر للصوتي شو بنحط هون بنحط حرف التاء اذا 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 بتتذكروا شو كنا حاكيين هون فاذا لا لا ننسى الاستاذ غدا سيقرأ هذا النص للطلاب شو بتصير ايوه بتصير اوكوتاجاك اوكوتاجاك الاوكو اقرا اوكوت قرئ اوكوتاجاك سيقرأ من المعلم لمن للطلاب

kestireceğim. Yani gideceğim ve kestireceğim. O fi nekul hafta sonları gidip kestirdim zakazdak bulma diye. Kıyafetlerimi başkasına ütüle kendim ütülerim. Kal ana akwi. Melabsi yani takviye el kavi li ahad mesela şu bedi la ukwi la ajal yani la 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 ukwi libasi li ahad bel ana akwi melabsi bi nafsi kendim ütülerim. Evet, tusbeh kıyafetlerimi başkasına ütületmem, kendim ütülerim. Bu haber herkesi çok sevin. Nokta nokta. Bu haber. Kelime sevin ifrah ama zavadatu dir seyufrhu hada haber. herkesi. O Bu haber herkesi çok sevindirdi. Eza kultu sevindirdi. Ferraha sevindirecek seyufrhu. Sevindiriyor yufrhu. ابد يدي يارن صباح سات يديدا ويان هلا ويان استيقظ قال غدا يعني وكلمه ويان فعل ويان استيقظ قال غدا في الساعه السابعه يعني هل لي لي ايقظك ايقظك يعني لافيئك من النوم القصد قال هل لي يعني بدك فيئك بكره الساعه سبعه وفيصير سنه ويان درجك ميم هل سي في المستقبل Evet. Bu kazağı, bu kazağı dün aldım ama değiş istiyorum. Değiş. Şufu min fıstıkçı fıstık şahab kal. Akhastu hada. kenze. Bu ul kazak. yani. Bu kazağı dün aldım ama değiş. Şu bıtsir. an ugeyyer. Değiştirmek istiyorum. Değiş tegeyyer. Değiştir geyyer. Bu kazağı dün aldım ama değiştirmek istiyorum. İdu el lafız azdikai. أفضل لكم دوكوز ها إفين هار طرفنو تمزلتك تمزلتك تيه إفين هار طرفنو تمزلتك تمزلتك تيه تمزل تيم تمزلت جيم تمزلت يوروم اللي هو أنا استخدمت الزمن الماضي هون تمزلت تيم يعني خليت المنظفة تنظف البيت كله بيزي بارنا شوفوا تنش تعرف تنشتر عرفة يعني خلي اثنين يتعرفوا هذا الفعل كتير بيخربطوا فيه التنش تنشت انت تعرف يعني قال بينملا لا تنش اذا قلت لك تعال تعرف معي اما اذا قلت لك تنشتر عرفني على احد انت عرفني على احد تنشتر للتسخير بيزي بارنا نقول تنشترد عرفتنا بارنا لبعضنا يعني Arkadaşım bana yeni bir araba al. Arkadaşım babasına afwan. Arkadaşım babasına yeni bir araba al. Yani abi abu ya xudlu de dide kul. Arkadaşım babasına yeni bir araba aldırdı. Kardeşimi her zaman annem yat yat. yat. Şu mantihi psaken. Ömmi daimen tunuym axi nakul hon yatır ır. Kal her zaman istedim zaman. Yatırır. Bu vazoyu kim düş, eze kultu leke düş uka, ente, aqa, yani emir, aka. Düşür nekul, fe yektil ür, ecel ür hon. Bu vazoyu kim düşürdü? Aslan fi kim? Lehek hattı ne sual hon, me bilzen mün hat. Her sabah ayakkabılarımı köşedeki boyacıya boya boyat ırım. قال هر صباح ايضا هون فينا نستخدم الجنس زمان كل صباح كشدكي بوياجي البوياجي دهان البويا يعني اللي بدهن آه الاحذية آه قال بخلي كل يعني اجعله او سيوي يعني اجعله المدهن مدهن الاحذية يعني يدهن لي آه احذيتي المدهن الذي في الزاوية يعني كشدكي بوياجي يعني هذا الشخص اراتمن تهطي سيل اهما سيل هلا هون اراتمن تهطي بناء نقول سيل دير مدي مثلا ما خلاني مسح ابتن الاستاذ لن يسمح لي ان امحي اللوح أحمد سيل دير دي اذن احمد ما خلاني مسح اللوح خلال احمد يمسح Oh, yani bir manayıymsa. Trafik polisi hızlı giden sürücüleri dur, 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 kaf dur, dur, ıgalılar kaf dur, 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 ıgalılar yani. Trafik polisi şartılmurur, hızlı giden sürücüleri, sürücüleris, leseixin, lezine yazabun, bir serğa, ve aukfahm, ayı aukfah. شرط المرور السائقين الذين يعني يسيرون بسرعة يقودون السيارات بسرعة. Evet يا هي هي القاعدة كانت الترجان لا نخربط بين الأدلجان المعلومة بسيطة لذكركم قبل ما ندخل بهون أيضا عنا حل هون. Evet أصدقائي قبل قليل أخذنا قاعدة الترجان وكنا أخذين من قبل الأدلجان المبني المجهول معلومة مهمة يعني إذا بتعرفوه من هلا أفضل لكم البكلة يعني انتظر إذا قلت بكلت اجعله ينتظر صحيح فإذا صارت قاعدة شو عنا الفعل المتعدي أصبحت وكانت المبني المجهول تأتي ال 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 ال, ال إذا تذكروا فإذا بقول بكلتيل بكلتيل ووضعته أي زمان بتصير جعل ينتظر بكلتيل دي بكلتيل دي من هو جعل لا اعرف من قام بالفعل فاذا بتصير بكلاتيل دي هون حط الزمن اللي بدك اياه بكلاتيل جاك بكلاتيل يور فاذا جعل يعني ما بعرف مين اللي خلى فصارت مبني مجهول فاذا انا قصدي هون هاي بتجي للمبني المجهول اوكو اق اوكو اقرا اوكو درس بتصير تدريس الاوكو اوكو أقول اخذت هون مبني مجهول يعني اذا قلت سيدرس اوكو طول وحط المستقبل المستقبل اوكو طول بتصير اوكو طلاجك ايتش اشرب هون عفوا ايتش اشرب اذا هون حطينا ايري ايتشير شرب اذا قلت ايتشير شرب قلنا ايتشيريل ال... ايتشيريل مك بتصير بالمبني المجهول ايتشيريل دي شربة ايضا شوفوا ايتشيريل اللي جايك حط الزمن اللي بدك اياه بدل الدي طنش تعرف طنشتر عرف يعني عرفني على مثلا قلنا تنشتر اما اذا قلت ال بتصير بالمبني المجهول تنشتر المك ان يعرف الشخص تنشتر مش بتصير عرفه ده انا قصدي هون بعد الاترجان ياتي الادلجان اذا حابب تعمل مبني مجهول او بتشوف جمله فعلا بعد المبني الم... بعد الاترجان فعل العائد ضيف اللواحق المبني المجهول راح تطلع معك جمله وبتفهم هيك بسرعه وبتقرأ بسرعه لكي شان يعني ما تخربطوا اد اشاداكي بوشتوكلاري اتيرغان ليك اكلري لا دولدورالم لنملئهم بالفراغات هاي احمد ليس ikinci sınıfa قال احمد يا زابو آه للصف الثاني في الثانوية ikinci sınıf احمد ليس ikinci sınıfa يعني للصف العاشر onu عن السهار صباح ساعات يديدا و امه دائما له شو بتصير وينضر ويور اذا تغير معنى الزمان من هلأ فشو بنقول أَنْهُ عن السهار صباح ويندر يور و وين. يام ما بتصير عين يعني اذا قلت يا يور يستيقظ فلازم شو نضيف نسيناها مثلا وينضر يور فأمه تيقظه أمه بتفيقه يعني شو الساعة سبعة أحمد بازن أيان ماك استميور ولكن أحمد لا يريد أن يستيقظ أحيانا بازن أحمد بازن أيان ماك استميور و أنسيني سينرلاندير سينرلان أغضب سينرلاندير يعني جعل الغضب يجعل أمه تغضب شو بدنا نقول سينرلاندير سينرلاندير يور يجعل أمه تغضب يعصب أمه وبيخليها تعصب annesi onun için kahvaltı hazırlıyor annesi onun için kahvaltı hazırlıyor ummuhu tujahiz lahu al-futur ama ولكن أحمد kahvaltı yapmak istemiyor ولكن أحمد لا يريد أن يتناول الفطور böyle zamanlarda annesi Ahmet'e bir şeyler ye çalışıyor böyle zamanlarda yani أي azmina بهيك وقت عندما احمد لا يريد ان 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 يتناول الفطور امه ماذا تفعل؟ تحاول ان يدير مياه نقول يدير فاذا نتيجه قاعده الاسم فعل يدير مياه يعني تحاول امه ان تطعمه شيئا تطعمه شيئا يدير مياه بيرشيلار يدير مياه تحاول ان تطعمه بعض الاشياء يعني من الطعام القصد أو يا annesine huwa malabisuhu li ummihi yani yec'al ummuhu utulat iyor utulatir keman bitsir bil bil Ütület, dan, ütületir, annesine ütületiyor. <laughs> ahmet odasını bazen dağınık bırakıyor ahmet odasını bazen dağınık bırakıyor ahmed Ahmet ahmed yatro mu mubathara yani mendaghdagha ma be yani ve akşam geldiğinde annesi odayı ona topla topla yani kelime topla dab lim toplat yar topla yani Tecaluhu yurattibuha. Geldiğinde annesi odayı ona toplatıyor. Bıdkalli yurattibil gırfe. Ahmet'in bir abisi var ve o öğretmen Leda Ahmet. Ahon kebir ve huva muallem. Ahmet matematik, matematik problemlerini. Yani el mesail Ahmet li ahihi. Yecaluhu an yehalla. Yani bi khalli ahuy hüllüllü. El mesail çözdür. Çöz, hel çözdür, hallel çözdürüyor. Nakulu. Hakeda. ايت arkadaşlar لنا عبر الدلة هون نشوف في الياز ما شوفي عنا قال evleneceğiniz kişinin nasıl özelliklere صَاحِبُ olmasını istersiniz ما هي المواصفات الذي تريدها للشخص الذي تريد تتزوج معه ما هي المواصفات للشخص الذي من للشخص الذي تريد ان تتزوج معه يعني اشادكي مادلره göre yazalım لنكتب صراحه اكتبوا يعني حسب هذه الكلمات مثل الكاركتر طبع فيزيكسال ازاليكلار الشكل يعني فيزيكسال المظهر الخارجي الفيزيائي الفيزيكسال قصده ايش العمل ايتم هون اون كونشما سيزج اكليم و نن انسان كاراكتري اوزرنده اتكسي وار مدر برأيكم هل يوجد تأثير للمناخ والجغرافيا على طبع الانسان إبت أرك ده في الدرس الجاي إن شاء الله سنأخذ بقسم الب في الأوليتو <أخذ> 3 رينكلار في يعني راح يكون موضوعنا الألوان والعواطف موضوع حلو إبت سيغيلارك إن شاء الله تكون هالقاعدة فادتكم هي قاعدة كتير مهمة ومرحلة مهمة جدا جدا لإدراك الأفعال واستخدامه مع كل الأزمنة المطلوبة ومع أي قاعدة تعلمتوها بتناسب الفعل هات كندن زي الله الله لا تنسوا تشاركوا بالقناة وتدعمونا عشان نتفرغ لكم أكتر إن شاء الله